نطق العربي فتبعه حرفه. رحلة الخط العربي هي رحلة طويلة ابتدأت منذ أن كتب الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم في مكة ثم في المدينة، وقد ظهر عدة من الصحابة امتهنوا مهنة الكتابة أو أصبحوا كتابا للوحي، منهم الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. كما يقال نطق العربي فتبعه حرفه. بداية الخط لم يكن بهذه الصورة الشاهدة الآن، كان وظيفته في البداية هي وظيفة أدائية لكي للمكاتبات ولغيرهم الأمور الضرورية، لذلك العرب سابقا لم يكونوا أصحاب كتابة. بدأت الكتابة وبدأت تنتشر في جزيرة العرب وفي المدينة المنورة تحديدا بعد غزوة بدر، بعد أن أسر مجموعة من كفار قريش، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفدي نفسه، والخطاب كان موجه للأشخاص الذين يكتبون ويتعلمون الكتابة، من أراد أن يفدي نفسه فليعلم 10 من صبيان المدينة المنورة. ولذلك فدى نفسه من فدى نفسه وعلم 10 من صبيان المدينة، فبدأت الكتابة تنتشر في جزيرة العرب بشكل أكبر. فبدأت الكتابة سابقا كما يقال بالخط اليابس، وبعدين تبعه الخط اللين. كان الموضوع هندسيا في وقته، ولم يكن له أي منحى آخر سوى الأبعاد الهندسية والتي كانت متزنة ومتسقة مع النسبة الذهبية أو النسبة الفاضلة. الخط اليابس بدأ بالخط كما يقال المكي أو المدني، وأطلق عليهما لاحقا بالخط الحجازي. لو أردنا مثلا أن نرمز للخط لكل خط حرف معين، فسيكون الثلث في أولها، ويكون هناك تقريبا حرفان يعني يظهران دائما بشكل متمايز عن باقي الحروف في خط الثلث، مثل خط الواو المجموع، خط الواو المجموع، وكذلك حرف الواو المجموع، وكذلك حرف الجيم المجموع كذلك، الذي يعتبر هو تاج الحروف. انتقلت الحضارة الإسلامية من المدينة المنورة إلى منطقة الكوفة أو مدينة الكوفة، فبدأ الخط يأخذ شكلا آخر مختلف عن بدايته. طبعا بداية الزخرفة كان العرب ليس لديهم، أو المسلمون في بداية الإسلام ليس لديهم اهتمام بالزخارف، إنما أخذوها من الأمم السابقة، وأصبحت هناك لدينا عدة مدارس في هذا المجال. هناك أدوات خط قديمة ولا زال الخطاطون يكتبون بها، منها مثلا القصب، وهو نبات يعتبر نبات ينبت في جوانب الأنهار، ومن خلال هذا القصب يتم وفق مراحل معينة يتم قط هذا القلم على زاوية معينة، وهذه الزاوية هي التي تعطي الخط جماليته وليونته والإبداع فيه. وكذلك الورق، والورق يصنع يعني بشكل طبيعي، وقد يصنع الآن بشكل صناعي، ويجب أن يكون الورق مصقولا حتى يتيح للخطاط أن يسير بالمداد والحبر عليه، حتى يتناغم مع جودة الحبر، والتي تكون عادة الأحبار تصنع من مواد طبيعية، منها مادة الهباب أو مادة السخام، وهي المادة التي تتكون بسبب الاحتراق، ويؤخذ تكون في بقايا الرماد وبقايا بعض الأماكن المحترقة، يتم أخذ هذه البواقي الكربونية صح التعبير، ويتم من خلالها عمل الحبر العربي، والذي يكون يعني من عدة مواد، منها مادة السخام ومنها مادة الصمغ العربي، ويضاف كذلك مواد أخرى حتى يظهر الحبر بمظهر يليق بالحرف العربي ويكون متناغم بين القلم والورقة.